ممكن نتعرف دلوقتي على الأدوات والجلد إزاي بنبدأ نصنع الشنطة بتاعتنا. ده بيكون شكل الجلد. أول ما بنجيبه من المدبغة نبدأ نعمل باترون للشنطة والتصميم بتاعه ونقطع القطع بتاعتها. ده شكل الشنطة قبل ما تكون متقفلة. دي الخيوط اللي احنا بنستخدمها: السنابك، الإبر، الدهانات، القطرات والمقصات والخرامة. طبعا في مراحل كتير جدا في بداية الشنطة، يعني الشنطة أولا بتتقطع، بعد كده بنرجع نلزقها، بعد كده نخرمها، نخيطها. كل قطعة فيها بتتفنش بشكل معين علشان الجودة بتاعتها تكون عالية. نبدأ نخرم لأنه الجلد بيكون تخين قوي على إن احنا نخيطه عن طريق الخرم بتاع الإبرة بس، فاحنا بنعمل أخرام صغيرة علشان نمرر منها الإبرة بالخيط، لأن ما ينفعش نعتمد بس على اللزق لأنه ممكن يفك مع الوقت. خياطة الهاند ميد بتفرق كتير جدا عن خياطة المكن العادي. اي نعم الاتنين نفس الشكل بس طبعا تكنيك مختلف. بعد كده بياخد دهان علشان الشغل الهاند ميد بيكون الحرفين باينين قوي ان احنا لازقين حرفين على بعض، فلازم نحط دهان علشان يوحد بقى الاتنين يبقوا كأنها كتلة واحدة. فكرتنا في فاطم ببساطة ان احنا عايزين نطلع منتج مصري كواليتي عالي، بداية من الجلد اللي هو بيتدبغ في مدبغ مصرية 100%. بعد كده احنا بنصنع الشنطة يدوي 100%. ازاي اطلع شنطة بجودة عالية يدوي بتصميم مصري، بنطلع التصميمات من التراث بتاعنا، وازاي يكون عندي منتج سعره مناسب والجودة بتاعته عالية، كل الناس تقدر تشتريه ويكون الذوق بتاعه عالي يعني.